اهلا وسهلا بكم جمهورنا الكريم، جمهورنا الغالي، وين ما كنتوا متتبعي مائدتكم مع رشيد، مائدتكم مع المراشيد. هذه المائده اللي تدخل كل نهار لبيوتكم بوصفات بسيطه راقيه كما متعودين في كل مره. النهار اليوم راح تتسائلوا واش راح نحضروا كوصفه اولى وكوصفه ثانيه. الوصفه الاولى اللي راح نحضرها لكم النهار اليوم راح نبقوا في عائله العجائن. العجائن اللي يعني نقولوا بانه العجائن في بعض المرات نقولوا الفو با كومونج بوكو دو بات، مي كونت اون مونج لي بات كي ناكلوا لي بات يعني ونحيو الخبز، انا نفضل ناكلوا العجائن ونحيو الخبز، وخاصه يعني كيكونوا وصفات يعني جديده مبتكره. انا نتمنى انكم راكم تجربوا في الوصفات وراكم تنجحوا فيهم، وانا متاكد بانه اللي جرب وصفه راح يعاودها مره اخرى. للنهار اليوم اخترت لكم لي كروفيت افيك لي سباغيتي او لي سباغيتي بلي كروفيت، بما انه راح نستعمل كميه معتبره من الكروفيت. على هذه نقدر نقولوا سي دي كروفيت وسباغيتي ولا سي دي سباغيتي وكروفيت، هذا الشيء راح يبقى لكم اختياري. انا هنا كما متعودين في كل مره باش نربحوا شويه الوقت على الحصه تاعنا، بما انه البرنامج تاعنا ضيق شويه في الوقت، وبما انه راني نستنى الوصول تاع السيده ماريا ايضا اللي راح تحضر لنا ان جاتو ولا ان ديسير، نشوفوا يا درا اليوم واش راح دير لنا. على هذه راح نبداو مباشره بالعجائن تاعنا، راح نحطوهم باش يغليو. انا هنا قبل الحصه كنت حطيت الماء تاعي باش يسخن، هنا راح ندير فيه كميه من زيت الزيتون، بما انه زيت الزيتون انا نقول لكم في العجائن نستعملوه بزاف، يعطيني واحد النكهه اكثر من رائعه. رايحين اول شيء نحطوا رشه تاع الملح باش لي بات تاعنا كيما نقولوا ما يطيبوش سامطين، راح يكون فيهم البنه، ورايحين نزيدوا عليهم كميه تاع زيت الزيتون. هنا كنا حطينا هذيك الرشه تاعنا تاع الملح، وحطينا ايضا هذيك الكميه تاع زيت الزيتون. انا نفضل زيت الزيتون، يعجبني هذاك الذوق تاعها في العجائن، ولا حبينا نستعملوا يعني كميه من زيت نباتيه ولا نستعملوا ملعقه تاع الزبده، هذا الشيء راح يبقى لكم اختياري. نقولوا بانه نديروا هكذا باش العجائن تاعنا تبقى يعني يبقاو يعني ما يتمسكوش في الطياب. في بعض المرات ننساو ما نحركوهمش، يعني كي يكون فيهم الماده الدسمه ما نخافوهمش. انا فضلت نستعمل هذه النوعيه من العجائن. انا هنا فضلت نستعمل دي سباغيتي، نقدروا نستعملوا نوع اخر من العجائن، ولا حتى يعني انا نقول بانه هاد لي سباغيتي او هاد النوعيه من العجائن اللي راح نحضر الوصفه تاع النهار اليوم راح نحضرها بفواكه البحر. انا فواكه البحر اخترت الكروفيت، نقدروا نختاروا نوع اخر من لي بواسون بلون، يعني انا نفضل نستعملهم بلي بواسون بلون ماشي بلي بواسون بلو. هاد العجائن تاعنا رايحين الان يوصلوا لدرجه الغليان ويطيبوا. هنا راح نشوفوا مباشره لائحه المقادير. بالطبع انا هنا راح نستعمل ايضا كميه من زيت الزيتون، وراح نستعمل الزبده، راح ندير هذا المزيج راح يكون اكثر من رائع. راح نستعمل العكري، راح نستعمل الكمون، راح نستعمل الملح. هنا واش راح نحتاجوا ايضا؟ راح نحتاجوا كميه من الكروفيت كما شرحت لكم، راح نحتاج هنا 3 حبات من الطماطم متوسطات الحجم، بعد ما نقيتهم جيدا قشرتهم درتهم في الماء السخون، نحيتهم هذوك النواه، بعد هذا كنا ربيناهم. هنا عندي بصله كبيره، انا فضلت نستعمل البصل الاحمر هنا، بصله كبيره اللي راني نحيتها. هنا راح نستعمل كيما قلت لكم ملعقه تاع الزبده، هنا راح نستعمل ملعقه تاع الدرسه اللي كانت عندي من قبل، وهنا راح نستعملوا ورقه ولا زوج تاع الرند. راح نستعملوا اعشاب منسمه. انا هنا راح نستعمل لوريغون، نقدروا نستعملوا لوريغون، نقدروا نستعملوا البازيليك، نقدروا نستعملوا ليزارب دو بروفونس، هذا الشيء ايضا يبقى اختياري. ورايحين نستعملوا كميه من الطماطم المصبره، راح نشوفوا بانها طريقه رايحه تكون سهله وبسيطه. العجائن تاعنا رانا نشوفوا انه بداو يطيبوا. هنا راح نستعمل اون تيت سباتول، على هذا اللي نقولوا نحطوا توجو كميه تاع الزيت. وعلاش؟ كما قلنا باش يعني ما يتفتحولناش هاد يعني العجائن، نتفاداو باش يلصقوا هكذا. الان مباشره راح نحضروا لاصوص. هاد لا بتيت صوص راح تكون طريقه سهله جدا وبسيطه، راح نشوفوا معايا واش راح نحضرها. اول شيء راح نبدا به، وراح نحط هذيك الكميه تاعي تاع زيت الزيتون، نكتفي بهذه الكميه بما انه عندي المزيج ما بين زيت الزيتون كما شرحت لكم والزبده. هنا نحتاج البهارات تاعنا، هنا رايحين نديروا تشكيله يعني معتبره. اول شيء بالطبع ما نستغناوش على الملح، الملح ما نكثروش بزاف بما انه على بالنا انه الفواكه البحر راح تكون فيها الملح.
نحط كمية تاع الكريم، راح نزيد كمية تاع الكمون. نقولوا بأنه كل ما هو فواكه البحر أو أسماك يحبوا الكمون، وهنا بالطبع ما نقدروش نستغناو على الفلفل الأسود. خلاص حطينا كامل البهارات اللي حبينا نحطوهم أو نحتاجوهم. مباشرة راح نحط هذيك الكمية تاعي تاع الزبدة. مع الزبدة واش راح نزيد نحط؟ راح نزيد نحط هذيك الملعقة تاع الدرسة، هي مهمة جدا، أنا نستعمل غير ملعقة صغيرة. نكتفي بهذه الكمية تاع الدرسة. واش نزيد نحط؟ راح نزيد نحط البصل. مباشرة راح نشعلوا النار، نخليوهم برك على نار قليلة هكذا باش ما تتحرقناش هذيك الدرسة. الاسباغيتي تاعنا ما ننساوش مرة على مرة نحركوهم راهم يطيبوا. انا نفضل بما انه الوقت تاعنا ضيق تاع الحصة، نفضل نديرو كمام لاصوص مع المشاهدين الكرام. ابخي كي تولي في العجائن نقولوا انه نقدروا نخلطوهم، يعني الطريقه الاخيره راح تكون اكثر من سهله. هنا نعاودوا نقولوا واش درنا، نذكروا المشاهدين درنا كميه تاع الزبده او المارغارين على حساب الشيء اللي يكون توفر. انا نفضل تكون ملعقه صغيره تاع الزبده احسن. كميه تاع زيت الزيتون، كنا حطينا الكمون، كنا حطينا فلفل اسود، كنا حطينا الملح، كنا حطينا طماطم يعني الدرسه تاعنا. مباشره نحطوا الطماطم ايضا، هذه الطماطم راح تعطينا ايضا ما ننساوش بانه راح نحتاجوها ايضا في النكهه تاعها، يعني حتى الطماطم راح تنكه لا طوماط كونسيرف، راح تعطينا ايضا نكهه في لاصوص تاعنا. وراح نزيدو نحطو مباشره هاد الاعشاب تاعنا. اي الريحه بدات ما شاء الله هنا عندي في الاستوديو. وراح نزيدو، راح نكتفي انا بزوج ورقات تاع الرند. انا ننصحكم بانه الرند يعني في الاطباق كامل اللي نحضروا بهم الرند، في الاطباق تاعنا كامل اللي نحضروا بهم الرند، انا ننصحكم واش ديروا، يعني الرند لازم يتنحى، يعني بعد ما تطيب لاصوص تاعنا خلاص مباشره الورقات تاع الرند رايحين ننحيهم. في بعض المرات نخليوهم ويكونوا يبقى لنا يعني هذيك الماكله. نقولوا في بعض المرات كاين ربات البيوت يطيبوا الفطور تاعهم اللي يبقى للعشاء، هذا الورق تاع الرند راح يعطينا واحد المروريه الى فات يعني وقت الى سيل دي باسين طون، راح يعاود يعطينا واحد المروريه. على هذه نقولوا كي يطيب الطبق تاعنا الى درنا اعشاب هكذا اللي نقدروا نحيوها، انا نفضل بعد ما يطيب حتى العود تاع القرفه نحيوه مباشرة. الاسباغيتي تاعنا راهم بداو يطيبوا ما شاء الله. لاصوص تاعنا واش راهو باقينا في لاصوص؟ راهو باقينا نحط انا اول شيء هاد لي كروفيت، يعني غير تبدا هاد التقليه هكذا نحطو مباشرة هاد لي كروفيت باش يشربوا لنا كامل هذيك اللذة والطيبة او الرائحة تاع هذوك الطيبين اللي راحين يكونوا في هاد الطبق او في هاد الصلصة تاعنا كيما رانا نشوفوا. يعني رايحين يطيبوا او ميم طون رايحين يشربوا هاد البنه. هذه هي لا بارتيكولاريتي تاعنا اللي عندنا في هاد التقليه هكذا. انا جي غاردي كوميم لا بو تاع لي كروفيت، يعني نحيت هذوك الريسان كامل، شللتهم جيدا، يعني ما غسلتهمش تحت العين. انا واش ندير كي نغسل لي كروفيت؟ ولا انا ناخذ غير يعني ان بول يكون فيه الماء ونحي كامل هذاك الراس ونحط غير يدي في الماء ونحي لها. يعني الا غسلناها بزاف راح يروحوا من هذوك الاملاح والرائحه الطيبه هذيك تاع البحر، بما انه فواكه البحر لازم نحتفظوا بزاف بهذيك النكهه تاع البحر. هنا مباشرة ياخذوا هذيك التقلية، لاصوص تاعي ما راهيش مطولة، راح نزيد عليها هاد لا طوماط فريش. هكذا. أنا ننصحكم تستعملوا برك لا طوماط فريش اللي تكون يعني حمرة، هذوك الحبات يكونوا حمورة، طيبين مليح. هكذا. أنا الآن واش راح ندير؟ راح نخلي لاصوص تاعي الطيب
جيدة. هكذا الاسباغيتي تاعنا تقريبا هكذا كما رانا نشوفوا راهم طابوا. احنا لاصوص تاعنا راح تطلب لنا حوالي 20 دقيقة باش نكون صريح يعني معكم. بعد ال 20 دقيقة واش راح ندير؟ يعني راح نشرح لكم ماشي يعني حاجة اللي رايحة تكون فيها يعني دي تكنيك، يعني أي ربة بيت ولا أي مبتدئ ولا مبتدئة يعني الفكرة رايحة تكون أكثر من بسيطة. واش راح ندير بعد ما يلحقوا حوالي 20 دقيقة طبنا لاصوص الاسباغيتي تاعنا نحتفظوا بالماء تاعهم إلا بقى لنا شوية تاع الماء، إلا ما بقاش نطفيو عليه ما نصفيوهش، ناخذوا لاصوص تاعنا مباشرة نقلبوا مباشرة على الاسباغيتي تاعنا. بعد هذا راح نحركوها ونزيدوا عليها إذا نحبوا بالطبع رائحة تاع زيت الزيتون. أنا نفضل نزيد عليها شوية تاع زيت الزيتون وراح نكهها في آخر المطاف، نزيد لها شوية تاع الأعشاب هادو المنسمة. نعود نتلاقى ونشوفوا الوصفة الثانية اللي اخترناها للنهار اليوم. أرجعنا لكم مشاهدينا الكرام بالوصفة الثانية ووصول ماريا. مرحبا بك ماريا. مرحبا بك شيف، الله يسلمك. مرحبا بمشاهدينا الكرام وين ما كانوا. شيف فرانشمون الرائحة اللي راهي في الاستوديو هنايا تشهي ما شاء الله. الله يسلمك يعيشك. يعطيك الصحة على الطبق اللي حضرته لهم. الله يسلمك يعيشك. أو ميم طون اليوم إن شاء الله متتبعينا الكرام جبتي لنا وصفة، راني نشوف واحد المزيج ما بين الشوكولاتة راهم رايحين يكونوا قاتي معنا إن شاء الله. راهم قاتي. واش هي الوصفة اللي اخترتي لنا النهار اليوم؟ وصفة الكوكيز. وصفة الكوكيز إن شاء الله. فوالا الوصفة راح اخترت الوصفة الفرنسية. يعني خديتي وصفة من أوروبية. أوروبية. نعم. ماشي أصلها فرنسي. نعم. الوصفة هذه اللي خديتها يعني ناجحة 100%. فوالا ناجحة 100%. نعم. كما نقولوا نعم. احنا يديروها وعينهم مغمضين. هاي يبداو على بركة الله لائحة المقادير. لائحة المقادير فوالا. عندنا طحين أبيض 180 غرام، يستحقوا الزبدة 120 غرام زبدة، السكر البني لازم يكون سكر بني باسكو ما يقدروش يستعملوا الابيض، تجي حلوه اكثر. السكر البني ناقص في الحلاوه تاعو فوالا. هنا عندنا 150 غرام سكر بني. عندنا هنا شوكولاته، هي يستعملوا لي بيبي دو شوكولا، مي اللي ما عندهمش باش نوري لهم الطريقه كيفاش يستعملوا الشوكولاته، كيفاش يقسموها وينكوربوريها في الفلافات تاعهم. يعني هي الوصفه واش تطلب؟ تطلب اي نوع من الشوكولاته؟ شوكولا. هي في الاصل دي بيبي دو شوكولا، مي اذا ما يكونوش متوفرين راح نستعملوا الشوكولاته ونقسموها ونوريو لهم. انا باش نكون صريح معك سيدتي الفضيله، انا من الناس اللي نعشق في لي كوكيز كيكونوا بالشوكولاته هذه المقطعه. وي فوالا يعني راح تكون فوندون كبار لي بيبي دو شوكولا، راح يقعدوا سي دي بيبيت يعني يقعدوا عزاز في الماكله تاعهم. لكن لو شوكولا ساعات بلو غورمون يعني راح تذوب كي ناكلوها. انا من الناس اللي نفضل تكون يكونوا الكوكيز تاعي هكذا. عندنا 5 غرامات من الخميره الكيميائيه. نعم. وحنا دوكا ناخذوا اون دومي كويير كافي، نصف ملعقه شاي او قهوه فوالا. نعم. عندنا حبه بيض، عندنا للتزيين نستعملوه باش يطيبوا معاهم بيستاش، لوز، جوز، اللي عندهم اي شيء يكون حاضر فوالا متوفر نستعملوه. نعم. ومن بعد كي نخرجوهم من الفوق نزيدو حنايا نديكوريوهم بلي مورسو تاع الشوكولا. كل واحد وش كل واحد ولا وحده بلمستها الخاصه او لمستو الخاصه. نعم. نبداو على بركه الله. ان شاء الله. انا نظن اول شيء رايح انا راح نساعدك الا حبيتي راح نقطع لك الشوكولا. داكوغ. نبداو ناخذوا السكر تاعنا. حبة البيض دائما نديروا الخليط تاعنا السكر مع البيض باش يذوب لنا السكر ما يبقاش. هذه النقطة مهمة يعني. فوالا ناخذوا لو باتور ومن بعد مباشرة نضيفوا له الزبدة. واللي ما عندهاش
خلاط كهربائي ما عندهاش، تقدر تستعمل لو فوي تاعها، ماشي لو فوي مانوال يعني اليدوي. يدوي ماشي شرط يكون ضرب كهربائي. وهما عندهم فيهم شحال من طريقه وطريقه، مي بصح بهاد لا غوسيت هاد الوصفه هادي باذن الله ينجحوا فيهم 100%. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. يعني وصفه اللي راحين يجربوها ويداوموا عليها ايضا، هذه هي يعني الحاجه المهمه عندنا وخاصه تعجبهم، هذا هو الصح. بالطبع بالطبع ان شاء الله. فوالا دوكا نضيفوا الشوكولاته، مقصود الشوكولا. تفضلي سيدتي وناخذ ملعقه. انا مساعد جيد دا. ممتاز ممتاز يعطيك الصحه بارك الله فيك. الله يسلمك. احنا راح نستعمل ديك الكميه تاع الخميره الكيميائيه. تاع الخميره الكيميائيه فوالا، هذه الكميه تكفينا. هنا نستعملوا لي تاعنا. فوالا دركا بالنسبه للفرينه ناخذوا 180 غرام، يتسمى كي نحسبوها بالملاعق رايحه كل ملعقه ديرنا 30 غرام كي تكون بيان بومبي. نعم هي نعم. بين 25 حتى 30 كي تكون بيان بومبي ديرنا 30 غرام، هذه هي معروفه. صافي دير دركا 180 غرام نستحقوا شحال نحتاجوا؟ نحتاجو ستة. ستة ملاعق. ست ملاعق. سي دي كويا غاز ولا بومبي؟ بومبي. أنا هنا نكفي. نكتفيو بستة. نكتفيو. فوالا. دركا ندخلوها للمجمد لمده ساعه. نعم باش نقدروا نعاودوا نخرجوها ونخدموها نفاصونيوها كيما نحبوا. باسكو هكذا راهي طريه بزاف. ايه ما نقدروش نتعاملوا معاها تلصق، ما نقدروش نشكلوها احنا كيما نحبوا. نعم والفواكه الجافه راح تزيني بها. انا شفت انك ما راحش تدخليها لداخل. لا لا نزينوا بها هذا ما كان. فوالا هكذا نديروها في الماليمونتير وندخلوها للمجمد. وانت انا نظن سيدتي انه كنا حطينا وحده من قبل، حضرناها من قبل، حضرناها من قبل وشفت انه المساعده اللي معنا كانت جابتها لنا من الثلاجه. هي هذه فوالا، وهذه رايحين نحطوها في لو بابيي فيلم ونحتفظوا بها في الثلاجه. فوالا نحضروا ان بلاتو نديروا فيه دي سيرسو كيما هذوما باش كي نديروا الحب تاعنا كي نديروه ما يسيخش، يحتفظ على الشكل تاعو يقعد بيان غون. نحطوهم هنا الحبات تاعنا كي نشكلوهم. فوالا ناخذوا 50 غرام اونتر 40 50 غرام في الحبه. نعم من لافات يعني كل واحد على حسب لا غورمانديز تاعو ايضا. فوالا نعم. هذه هي لافات تاعنا بعد ما درناها في المجمد او الثلاجه كيفاش ولات. دركا هكذايا ناخذوا اون فالا بيزي وناخذوا قلنا كل وحده فيها 50 غرام. نعم هي من الافضل 50 غرام باش يجيو يكونوا ملاح، ما هم صغار ما هم كبار. كما قلنا يعني راح تبقى اختياريه. هذه هي انا ندير هكذا فوالا نشكلوهم كرات هكذا ومن بعد نبسطوها غير شويه غير شويه. وهي انا متاكد انه كي تدخل الفرن مع ديك الحراره والسخانه راح تزيد تنطلق يعني عادي. فوالا هكذا هكذا ساشيفي. دوكا هكذا مسيو رشيد نعطيلك عمل تقوم به. بالطبع بالطبع بيكيهم من هنا كامل هكذا بالبيستاش. هكذا بالبيستاش فوالا.
يعني لا اون بو دير سي دي كوكيز بيستاش شوكولا فوالا ويقدر يكون شوكولا نوا شوكولا نوازيت يقدر يخلطوه فوالا نوا دو ماكاداميا كيما يحبوا يديروا 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 وهكذا يجي الشكل تاعهم شباب بنين الذوق تاعهم راقي ان شاء الله حنا نتمنوا ان المشاهدين تاعنا راح يستفادوا بهذه الوصفه ولا. هي وصفه بسيطه اللي نحضروها في وقت قصير كما رانا نشوفوا ما راحش تطلب لنا وقت طويل يعني نقدروا نحضروهم راه بات البيوت كيكونوا يحضروا الماكله ولا. يحضروها يديروها في الفريجيدير الوقت اللي يكملوا يعني طيابهم ولا يجبدوا يفاسونيوهم مباشره ولا. ومن بعد للفرن شحال قلتي لها راح يقعدوا في الفرن سيده ماريا 170 درجه المده الو فوغ افونتيلي من الاحسن ولا غير من الفوق ولا من التحت باش نمدوا كامل النصائح احنا نتمناو يعني المشاهدين ينجحوا فيهم يحطوهم او ميليو اي فوغ ماشي شرط فونتيلي 170 درجه ممكن يكون شاعل من الفوق ومن التحت ممكن عادي نعم 170 درجه لمده 12 دقيقه حتى 15 دقيقه بين 12 وما يبانوا لهم فوالا لا كويسون تاعهم كيفاش راهي اسكو وجدوا مازال ما وجدوش بين 12 و 15 دقيقه لازم يقعدوا دوغي ماشي يحمروا وبيان وبالطبع يعني نقولوا لي كوكيز الفو با لي توشي شو باسكو سي اون بات فراجيل فوالا جوستومون لو سيرسو هذايا ابخي يحكموه يدوروا جيست هكذايا كي تكون الحبه مازالت في البلاطو مازالت سخونه ويخليوها تبرد باش تقعد بيان غوند هذا مكان باش الشكل تاعها باش الشكل تاعها جميل ايه فوالا يعطيك الصحه شيفا عاوني نقصتي عليا بزاف لازم نتعاونوا لازم نتعاونوا سيدتي الفاضله احنا في الدنيا هذه باش نتعاونوا ان شاء الله يا ربي يقول لك الناس بالناس والناس بربي اكزاكتومون فوالا اليوم تقريبا 50% تاع الوصفه انا درتها انا قطعت لك شوكولا انا حطيت لك لو كان كنت نجوز معاك في المالح كنت نعاونك انا ثاني انت ما توصليش بكري انت تسني غير الحلو باش توصلي سيده ماريا يعطيك الصحه شيف بارك الله فيك يعيشك دوك ندخلوهم للفرن ومن بعد كي يعاودوا يخرجوا ان شاء الله بعد ما يبردوا نزينوهم ونوريهم المشاهدين الكرام واش راح تزيني عليهم سيدتي الفاضله باش نعرفوا برك يعني واش نقولوا للمشاهدين دي يعني مخصو دو شوكولا مع باتا تارتيني نديرها في اون بوش ونديرها من الفوق ونحط لي مخصو دو شوكولا يعني راح تبقى انا نظن انه هذه لمسه اختياريه اختياريه كيما يحبوا يديروا لا ديكور تاعهم يديروهم يقدروا ميم ما يديروا حتى حاجه هما في روحهم بنان و ما كاش مقلد ما كاش مقلد وانا نظن انه هاد الانواع من الوصفات يعني الا كان متوفره الزبده نفضلوا نستعملوا الزبده وما نستعملوش المارغرين ولا ما كانش عندنا زبده بالطبع نقدروا نعملوا هذا المارغرين يستعملوا يقدروا احنا نقولوا للمشاهدين رايحين نكملوا لي كوكيز تاعنا نخليهم يطيبوا ونستناو يبردوا شويه نعاودوا نتلاقاو ونشوفوا واش حضرنا نهار اليوم ان شاء الله يعطيك الصحه شيف أرجعنا لكم مشاهدينا الكرام مشاهدينا الأعزاز النهار اليوم أنا وماريا ماريا كيفاش كان نهارك اليوم؟ الحمد لله ما شاء الله الأيام تتداول والله يعني كل يوم راهو يوم يجوز أفضل من اليوم اللي قبله والله ما شاء الله الحمد لله راني حاسة روحي في وسطكم في وسط عائلتي عائلة الثانية تاعي فوالا هذا الزهراء هي عائلة فوالا وانت راكي دخلتي للعائلة الله يسلمك الله يسلمك مرحبا بك مرحبا بك معنا لنهار اليوم نقدر نقول للمشاهدين انك حضرتي دي كوكيز على الطريقة الفرنسية هي وصفة من وصفات أوروبية لكن كما كنا هضرنا أن الوصفات الأصلية هي تبقى سي دي روسيت بريتيش لكن لنهار اليوم كنا اخترنا الوصفة اللي راهي يعني دايرة ضجة كبيرة اللي هي وصفة فرنسية فوالا بارمي هاد لي كوكيز هادوما كيما رانا نشوفوا فيهم غورمون تاع لا لا الله يبارك تتشهى انا غير نستناو انا غير نستناو تخلص الحصه فوالا ماذا بينا نديروا حاجه اللي يعاود يجربها الجمهور يعاود يسييها يعطيونا رايهم عجبتهم ما عجبتهمش كيما يقول لك نسمعوا الانتقاد فوالا باش هكذا نديروا لهم على حسب الذوق تاعهم هما واش يحبوا لكن اللي عشاق شوكولاته ما شاء الله فوالا فوالا يا با دغيزون
ونقول لهم الوصفه هذه ناجحه ويجربوها ويسيبوها عينيهم مغمضين ماهمش رايحين يفون با لا غاتي فوالا ان شاء الله نتمنى بربي ان شاء الله هذا هو البيت تاعنا ان نوصلوا هاد الوصفات يعني ناجحين 100% راه مقادير مضبوطه 100% ماهمش رايحين مهمه جدا مهمه جدا كنا عطينا هذيك الفكره ايضا تاع الشوكولاته نقدروا نستعملوا حبيبات شوكولاته او نستعملوا ايضا شوكولاته اللي نقطعوها كيما قلت لك انا من عشاق الشوكولاته كنقطعها بالموس بالنسبه لي الكوكيز تاعي لي بلو غورمون صح سي فري وهادشي ثاني كاينه ثاني عفسه واحده اخرى يقدروا يخلطوا الشوكولاته البيضاء مع السوداء ماشي شرط غير السوداء برك السوداء نقدروا نديروا مزيج من الشوكولاته الشوكولاته البيضاء السوداء شوكولاته بالحليب يعني الداكنه هادشي راح يبقى بالطبع اختيار ليهم وعلى حساب الذوق تاع كل واحد فوالا على حساب الذوق تاع كل واحد وكانت ايضا ماريا عطاتنا نقطه مهمه انه لازم نستعملوا دو سوكر بران يعني نستعملوا السكر بني وهذه النقطه مهمه جدا يعطيك الصحه بارك الله فيك اكثر من راقيه احنا رايحين ندوقوا وانا متاكد انها اكثر من رائعه باش نكون صريح مع المشاهدين شهيناهم في الجنه كنا حضرنا هذا الطبق اللي هو سي دي سباغيتي وفخوي دي مير طبق عائلي بسيط جدا كنا فضلنا نستعملوا ديك كروفيت اليوم رائحه تاع لي كروفيت راهي ما شاء الله بالطبع بالطبع سي دي كروفيت راهي البلاتو راهو معمر بها استعملوا غير كميه كبيره اوني با اوبليجي نستعملوا كميه كبيره ايضا نقدروا نستعملوه هو سي لي بلوس مير سي دي سباغيتي مير يعني تاع فواكه البحر نقدروا نستعملوه بالكالامار نقدروا نستعملوه باسماك لكن بيضاء ما يكونوش لي بواسون بلو كما شرحنا الطريقه كانت سهله انا اللمسه الاخيره كنت ما خلطتوش نقدروا نخلطوا يعني السباغيتي تاعنا هذيك لاصوص انا فضلت يعني نحطوا بهذا الشكل راقي راح يبقى لكم الاختيار ماريا بارك الله فيك على وصفتك تاعنا اليوم فيك بارك انت ثاني شيف يعطيك الصحه بارك الله فيك ان شاء الله غدوه ان شاء الله موعد باذن الله ان شاء الله يا ربي راح توصل لهم للجمهور وناجحه ان شاء الله يا ربي بالطبع هذه النقطه مهمه وصفاتنا راكم تشوفوها على قناه الزهره واللي فاتت اي وصفه من وصفاتنا مع لي غريزور موقع القناه الموجود اسفل الشاشه انا نقول لكم قومنا الاوفياء لقناتنا والبرامجنا موعدنا غدا ان شاء الله نفس التوقيت نفس القناه ان شاء الله يا بارك الله فيك يعطيك الصحه يسلمك الله 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 يسلمك ال